السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 21/1/2022 في مصر، سجلها البنك الأهلي المصري سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك مصر 15.64 جنيه شراء، 15.74 جنيه بيع. بنك اسكندرية 15.66 جنيه لشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. البنك العربي الإفريقي الدولي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. أما البركة سجلها 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان 15.67 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. أبو ظبي الإسلامي سجلها 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. دمتم في رعاية الله وأمني، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.